حينما يحقدون علي أو يعملون شيئا غير لائق أتذكر أبي دائما وأسكت. بيتر، لا يوجد سبيل آخر أمامي سوى أن أصبر. أنا مين حاسس بإني غريب في الدنيا عايش مش لاقي لي حبيب؟ وده مين اختار لنفسه طريق من فينا زي ما هو لسه بريء؟ حاجات جوايا وما قولهاش، حاسسها قلبي وعقلي ما فهمهاش، وما فيش احساس في قلبي اكيد، وكل حاجة وليا فيها نقيد. أنا بوضوح.